السلام عليكم في زمن الضياع. الأصل عيبنا والتزييف إبداع. زمن قوميات الخداع وشعوبنا لبس لها القناع. كيف ضرب الأصل وكيف غرقت الباخرة وكيف وكب العصر في جزائرنا الحائرة. خويا فادلغنا راح تبدأ لي بالسبان. خطك هديك ولا سلم تكن لك في الحسبان. كلمات من إنسان عاش تائهنا عاش غاضبا من نفاق السيستام. خويا اللي تسمعني قبل ما الغناية تتمدى نتفهموا على حاجة قبل ما الفكرة تتشدى. عندك لا تسب الهداية هو الرد عبر ربي والرسول مما منقدسو حدا. وكيتو ضبور التاريخ قالنا كيفاش دخل الإسلام للأفريق دي نورا. جاب السلم والسلام من الجزيرة العربية ودخل بأحد الفتوحات الإسلامية. تاريخ الوصول سنة 62 بعد هجرة الرسول. الهدف هو الحصول على الوسعة في الأمة الإسلامية. العرب جو بالقرآن والسنة النبوية. بعد الوصول القوا أرض بأربع فصول. جبال صحاري بدون أمير أو مأمورة. منطقة شمالية لسكان أصليين كانوا مساكين كي الجاهلية عايشين. المؤرخين كتبونا عايشين كي الحيوانات. خطرنا كنا جوز نسكنوا الكهوف والمغارات. أرواح تائها لا حرمة لا عائلات لا أصل لا لغة لا حضارات. هي هي تاريخهم باوا الصاير. عقبة بن النفع جاب الإسلام وكملوا موسى بن النصيرة. جابوا الشريعة الإسلامية خطك عشنا الوثنية. وقبلنا بالإسلام خطك كنا في أزمة اجتماعية. على مهلة صحيتوا يا أحفاد أبا جهلة. تاريخنا في يديكم مش حال سهلة. اسمعني صارحك بالصراحة الأمازيغية. أنا يما بنت جبل ما تعرف كلمة بالعربية. نرجعوا للموضوع خطك أدستيلو بالصف صريح. خطر أسلم إكزيستي قبل ميلاد المسيح. كي كنتوا في جاهلية ذاك العصر احنا كنا نحاربوا على الأرض والأصل. في قريشة المرأة تتعامل كالحيوان. احنا كانت هي الديهية والتنهينان. المرأة تدفن حية هكا العربي كان عايش. الأمازيغي والكاهنة قائدة الجيش. هذه هي الحرب معليش يا عرب. ولفناكم بالنفاق ولفناكم بالكذب. لكن دخلتوا بالسلم قولي علاش عكسيل. اقتله عقبة وقطعوا إربن إربة. سي بورصة دخلوا في الحرب معاك وسيلة. خطك وصلوا الأمازيغ في ليبيا باعوا ولادهم باش يدفعوا الجزية. صينو غير القتلة غير الخرابة غير المآسي. استعمار بالعقيدة البربري والله رهينة. سرقوا نهبوا نساء باسم الجواري. بأي طريقة فضلت لازم يدوز بالعقيدة ولا بالسيف. المهم لازم يجوز. كانوا في الصحراء وشمال إفريقيا شافوها جنة الفردوس. هملوا دروس الفتح والغزوات ودخلوا كل هماجة كل غزات ونهب الثروات. وبركريتوا بالإسلام قبلنا. غطك احترام المرأة في ثقافتنا والتسامح بين الأديان هي حضارتنا. هكا كنا يا عرب وهكا كنتوا يا عرب. الاستولاء هو الهدف والإسلام جست سبب. ما الله هكا نمدلك الصواب واليقين. واختيك من كذب كتاب السعودية والمستشرقين. كملت الحروب بنفس المصير. زهير ابن قيس يقتل أكسيل. الكاهنة تسترجع الحكم سلمامة. تقتل على يد حسن بن النعمان. هكذا وقتنا فات وهكذا تاريخنا زاد. حتى بن النصيرة وطرق بن زياد حبوا دولة إسلامية لكي تبقى دايما لهم. مارجري هما اللي عشروا بصح انت اللي لازم تصبح منهم. الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا جملة مزيفة جملة كاذبة. الجملة الصحيحة هو الغزو العربي لدولة الأحرار دولة البرابرة. عسكو الإسلام قال لك ابن الحضارة بالغزو واللغة. عسكو الإسلام قال لك ابن الدولة بنشر العروبة. ما مش منفوم من هذا التاريخ المبني على الكذب. أنا ديني لم يعربني. مدام الرسول قعد عربي وسهيب قعد رومي وبلال قعد حبشي وسلمان قعد فارسي. هذا تراث ديني ديني يسري في كل زمان وعصرة. والحمار هو اللي ينكر الأصل. ألور عربت خربت من الشرق ضربت. الحضارة دمرت بالعروبة قلبت بالحبر زيفت. أحكيت لك حكاية ذبت دوكا نحكي لك على دولة أسست. ألور الغزاة قرروا البقاء. دمس الأصل دولة على يد الغرباء. حتى جاءوا الأتراك وقالوا احنا يا مؤسسين. ضاعت الأمانة ولقيناها على يد الفرنسيين. وبدت سياسة التقسيم سياسة الأوطان. الجهويات وأسماء لكل مكان. تونسي تزيري مغربي موريتاني. وبقات ليبيا راح تتبعت للطليان. كالعادة الأمازيغي لا يباعوا في المزاد. لا يرضى بالعبودية ويعلن الحداد بالمقاومات. الشيخ المقراني
لالا فاطمه سمره والشيخ الحداد هذم الاحرار اللي ما يستعرفوش الا برب الكون حتى جاو الست الابرار ليه الكل جنرال دودول حكايه الدودول والخيانه الحركيه مشتقة القايد صالح ولواس الفرنسية ماتوا رجاله فرنسا خرجته وطلعت ماشي هي العدو والأدود خوانا حركة افسحوا الطريق للوجوه النحسرم دخلوا من الحدود أرواح بلا إيمان ني حلال ني حرام بنفس الهامج اللي دخلوا به بنو هلال شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب يا سلام القبيلة على عين العورة جاتهم بزارة منين خرجه منين نزلق هذا الحيوان عروبة واش دخل العروبة أنا ما نشعر بياه يا سيفلانة ركبوا على الملة باش يأكلوا من الغلة واش تطمع من حركية كان اسمه بن بلا أوكي أرمي في السلة ونفكرك بالحصونة باللي ما نقدسوا حدا أبا ربي والرسول ناخذوا نظرة على المدى البعيد على أكبر عنصر عنصري عرفه بلاد المليون الشهيد انقلاب على ثورات القبائل انقلاب على المجاهدين أطلع على بينوتشي واحكم على ستالين إنسان يكره القبائل بحكم مبني على الراسيزم وجد روحك للسلاسل كل ما تعرض الكومينيزم إيه يا خوتي بو مدينة ديكتاتور بطل الميديا الجزائرية اللي شبعنا لاسونسور فرنسا ما سكتناش ميسكات معاه كان محتم قبل ما تفتح فمك تفكر سليمان عازم وينك من ربي يا قاتل الارواح وينك من روحه احمد خيضرة روحه كريم بالقاسم ولا شكور للشعب ودكر كلاب تاع الميديا ممنوع اللغة الامازيغية في الدولة المدنية السفرعون على رأس المال الكل ورا السوسياليزم وخدم لي لنهارك الحيوان اعطوني الرفال نرفع لي هذا الاعلام اللي صورونا فات الشخصيات كيما الابطال اخسارة عندي هذا ستيلو البسيط ما نسبهمش مين اتهمهم بجريمة تعريب المحيط راني اليوم نقولها ولا ابالي بالسبان راني نقولها مش هغلطة مش هزلة لسان جو سوي با انا راب جو سوي مسلمة امازيغي باربارة ما لميز يا إنسان قبل ما تتهمني بشتم أكبر شخصية أكبر شخصية جزائرية جيب لبراتيك جيب الصحة الدنيا مش مادية وجبتنا هذا القومية عبارة رجعية لكنك انت تحب أنا نكره الميزيرية سيبا مون بخو بنام لكنك طحان تعشق العبودية نكنياكا الحقيق موش يلو كان نفنو نكنياكا وانت قيمة الرئيس تموت على جلد دورو اللي يحب يموت يموت ما نبكى لحد دبر عليك يا أماها وما نقدر حتى جملة عبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حكيت لك بتصحيح التزييف من قبل الإسلام وحكيت لك بلغة السياسة بعد الاستقلال الآن أهلا بك في عصر التكنولوجيا علم النفس واللعب بالأفكار من وراء معتوب اسمع لي فصحة مولود مع مروه وسياسة الاغتيال وصلنا للثمانينات وخرج القبيل المعاصر حبي يكمل وجدال والجدود يتحرر من سلاسل كونتر القمعة كونتر العصا موطني لكابيلي بوفوار أساسا هذا وش أسرع بعد وش ليه الإعلام الخائن كماكينة للتشويه حبوا يقسموا البلاد هذا وش قالوا في الأخبار حرقوا القرآن هذا وش قالوا في الجورنال رخصت أسعار دم الأحرار التي لم تركع ولم تتقن التلحيص لم ترضى بحكم رخيص وخرجوا لهم واحد الراس انتع الكلابة اسمه البوليس اشحل من قبيلي مات في الجامعات اختصب البنات ولا نسيتو وداعي شفات القبيلي مدى مثل من وراءه اختار الرصاص من امامه البروقية ولا اشبه بكوانتانامو 1999 بدا الكشمار بدات تظهر علامات البيبل البطارة وناس ميدياتيزيو بالعربية ناس نسات الاصل وراح تتبع في القومية نظنا صباحا نساونا في كل المآسي نظنا صباحا نسينا الارواح اللي على جالنا كانت تقاسي قلبونا ديك لافيزيون تلولي ويا البنات مبروك بي دي بريزيدون ما تزوج ما خلالي تزوج قرعة وراي مسكوبة رئيسة من تحت دودة العروبة واش تطمع من رئيسة شكشوكا بريزيدانت كان فلونتو في اوروبا اون ديريكت عارف الله ديلي بلاد بالمهدي تتحكم امور السكسواليتي جهود نفاق الاعلام مع لندن ميل بدا تبان الروح مسلم والقلب اوروبي اللي كان بلي بارول تاع معدوب السينما والله مضوبي ناس باش لغمها ولا تبكى عقوى ضلوبي سلاح جديد يقتل الانسان الهدف هو الاصل الضحيه هو الاسلام
الإسلام سبب انحراف الأمة هو تبرج والانحلال. ما لا تبقى المرأة هي لا سورس تاع الفتن. المرأة باش تتقدم لازم لا سيفيليزاسيون، لازم كل شي بان. المرأة حرة لازم تعيش أوفارت، احكي لها ستار أكاديمي خاطك تعشق ذاك السيستام. وكي تحكي لها الحجاب كيشغل سمعت حاجة بيزارة. دوك ليزيميسيون هي اللي قطعت الأسلاك، هي اللي دخلت في بناتنا للديسكوتيك. أفلام أمازيغية شوهتنا بالحبوسية، تخليك تفهم باللي شتح وردي هي ثقافة البربرية. قولي واش من الهدف تستجوب بطاس كبارية، علاش تكشف الفتنة والخيانة الزوجية. خيوط حمراء وخيوط برتقالية، خيوط رؤوسها في آيات شيطانية. فنانين الفسقة ولا تتمد في العقلية بعقلية استحمار الشباب. لي رابور فمهم موسخين كي الكلاب، شفنا رابور حابس ولا يكتب كتاب. بسنة التكتونيك قالك راني بالمهيدي، الاخر قالك وسع بالك وقعد راضي. بلاد ابن باديس وابن خلدون العلماء، ولا تتنشط فيها الجهالة والاغبياء. نحي الجورنال تاع الماتان واكتر من كتب الحمقى الجميلة ومجلة بانوراما. شوف لي بطار تاع الكرونس بيطار سيستم دي زاد هيب هوب مانو توبشنا. شعب جوية معازف تكفيه، شعب جابولو سياسة الترفيه. بيبي جو بيبي جا فيلم راضي أكتر من الحلوف، وشبعتونا الطحين يا ضربو بالدايود. مسلم لكنني عاصن في أصلي، من وقتاش أصلي اشهد هذا المآسي. سيفري راني زوالي نأكل من إرهاقي، لكن طريق الذل لا تهواه ساقي. جامي خلطت الخنثة في أصلي يا للعار، شوف الشاب عبده وشوف الهواري منار. دالي لو باقي العاهرات ولا عندنا عادات، الراجل فينا ولا بالمدى وقيمة المرأة في المؤخرات. هكذا بغونا باش ننسوا الأصل ننسوا النيف، تعشق للذل وترك على الحيف. يا لطيف نجحوا في قلب أحفاد ماسينيسا بالسيف، إلى جيل الطحين جيل الريزيرفاتيف. وين راهي المرأة اللي تفرق بين فتاوى العريفي والغنايات حيفا وهبي؟ سامحنا يا رسول الله. المرأة القومية ما عندهاش الوقت بين العبادة وتوكيب العهد، ما عندهاش الوقت باش تفرق بين جمال سنة قلبك يا الحبيب وجمال مهند. قرعة خضرة المادة والحديد، كل ما يطيح الليل رايح تشوف عالم جديد. ساكس بواتن ويل عبخوص دي تيسيو سي لاباز، كترو لي بيدي اكتر من البنات على باز. شفنا ناس اللي واطة ما يشوفوش للبنات اكتر من اللي يشوفو للولاد. هي لعنة العروبة اللعينة التي عمرت لبوبال بأولاد الزنا. شباب ما يصلحش ملحد مرتد، شباب ما يستعرفش لا بالدولة لا برب العرش. نساوك في الأصل يا خويا والله عيب، ما راكش إنسانة أنت فأر تجارب. ابكي يا بلادي رو باعوك القومية، ثورة نوفمبر رايحة تعود على الحركية. باعوك في كتاب اسمه دستور المظلومين، ريح تحيينا في كتاب حوا نور المبين. باعوك في برنامج بالديزان تاع ميزان، ريح تحيينا بالأصل مع الشهادتان. إن قالوا التبرج فقل عورة، وإن قالوا الإسلام فقل دولة، وإن قالوا العروبة فقل أصلي أقوى، وإن قالوا عقبة فقل أكسيل أولى. Rap Punisher 2016.